الخدمة الاجتماعية والمبادرات التي تهتم بخدمة الناس بحق أو بحق دائما ما تجد طريقها للنجاح. واليوم معنا مبادرة هدفها الأساسي نشر السعادة في نفوس الناس، وهي مبادرة رواد السعادة. وعن هذه المبادرة والأهداف يشرفنا أن يكون معنا الدكتورة إيمان عبد الرازق، وهي أحد أعضاء المبادرة، والأستاذ حسن شنشل أستاذ العلوم السياسية العراقي وأحد أعضاء المبادرة أيضا. نرحب بكم وأهلا وسهلا وصباح الخير. أهلا بكم. صباح الخير. أهلا وسهلا. بس ما أعرف منين جبتوا اسم حسن. اسمي محمد شنشل. محمد شنشل؟ أيه. يلا ممكن يكون خطأ من الإعداد يعني. أهلا وسهلا بكم، نورينا في هذا الصباح، بالأخص احنا نتحدث عن مبادرات خدمية اجتماعية إنسانية إلى حد كبير. تمام. لكن اللي شد انتباهي حضرتك عراقي الجنسية وأنت مصرية الجنسية، فهذه المبادرة هي في مصر ولا في العراق ولا الدول العربية ولا أين يعني؟ نترك الكلام. المبادرة أصلا هي فكرة الغرض منها نشر السعادة سواء في داخل جمهورية مصر العربية. نعم. أو الوطن العربي. المبادرة هتشمل الوطن العربي عن طريق التعاون اللي بيحصل هنا في مصر ما بين الجمعيات والجمعيات الأخرى الموجودة في الوطن العربي. وبالتالي إحنا المبادرة بتضم سيادة اللواء محمد شنشل. نعم. وبتضم دكتور ماجد الإسي من فلسطين. بتضم بعض الأصدقاء الآخرين على أساس إن إحنا نوسع دائرة التعاون. ولنا أصدقاء في الأردن من جمعية السلام في الأردن. وبرضو لنا أصدقاء في المغرب. نعم. العربي. فالمبادرة تشمل كل الأنواع. فكرة المبادرة نشأت من إيجاد بسمة سعادة على وجه الفقير، وجه الطفل، وجه أي وجه أنت بتشوفه في النهار، من حقك أنك تديله بسمة سعادة. طب السعادة ترسمها إزاي؟ أنك تقدم له خدمة مجانية. خدمة مجانية من خلال العلاقات، من خلال ما أنت تعلمته عن طريق التوعية الثقافية والتوعية المجتمعية، فبالتالي أنت بتنقل روحك للآخرين. نعم. من هنا بدأت الفكرة. يعني بدأت فكرة المبادرة حتى ننشر السعادة وننشر فكرة السعادة ثقافيا وحتى مجتمعيا. تمام. فكيف كان هذا الدور وما الأهداف من هذه المبادرة؟ يعني إذا نشرنا السعادة كيف سنؤثر على المجتمع أيضا بشكل إيجابي؟ مؤكد هذا الشيء. أنا أضيف لي كلام الأستاذ إيمان. الكل يعلم الآن في الوطن العربي هنالك الكثير من الصعاب تمر على الشعوب العربية، افتقدت إلى روح الطمأنينة، روح السلام. السعادة لا تأتي إلا بوجود الأمن والاستقرار والسلام. صحيح، في ظل ظروف سياسية والاقتصادية. ولذلك احنا ارتئينا انه احنا ننشر هذا الشيء من خلال الحملة اللي شكلناها. نعم. بالأستاذ إيمان وأنا وبعض الأخوة الزملاء والزميلات. متى شكلتوها سيادة اللواء؟ هي شكلت من حوالي تقريبا شهر. نعم. أو أكثر من شهر بقليل، لكن احنا بقينا نستمر في رسم مخطط لنشر هذا المسمى الكبير. نعم. الذي يحتاجه كل إنسان، الصغير والكبير. الكبير يجب عليه أن يكون ملم فعلا كيف أن يصل بالخير والسعادة لهؤلاء الناس الذين حرموا أصلا من السعادة. نعم. والخير. والسعادة طبعا مختلفة، يعني الخدمات ربما اللي أنت تقدموها مختلفة. صحيح. أكيد أكيد. طيب أي الخدمات اللي قدمتوها؟ إحنا نشوف يمكن صور لزيارات بعض العائلات. إحنا هنقول الرسالة المسج اللي عايزين نوصلها. نعم. للعالم كله. نعم. معا نرتقي لخدمة أفضل. نعم. فبدأنا برحلة لأطفيح. أطفيح هذه تعتبر من أوائل المدن للصعيد وآخر مدينة في محافظة الجيزة. نعم. بتبعد عن القاهرة 120 كيلو تقريبا. وهي منطقة نائية. هي هذه الصور اللي احنا شاهدناها. أيوة. هذا. طيب. مركز تخاطب في أطفيح. مركز. نعم. تخاطب أطفيح يضم عدد من الأطفال حوالي 80 أسرة بيعملوا تخاطب لفقدي السمع والتوحد وفرط. نعم. الحركة. نعم. وهكذا. نعم. نشأ هذا الموضوع ان انا كنت بشتغل في موضوع ضعف السمع بقالي 3 سنين. فحبيت ان انا من خلال الخدمات اللي تم تقديمها من خلال مؤسسات اخرى. ان احنا نقدمها بقى كرواد سعادة. بخدمات مجانية بعلاقات طبية جيدة. نعم. بدأنا بمبادرة اسمها صوت السعادة. صوت السعادة الهيرو بتاعه دكتورة رشا الكبريتي، هي أستاذ. نعم. طب السمعيات. نعم. وهي التي تحط الآليات الطبية
لهذه المبادرة. ومعانا دكتورة حنان زيدان، هي دكتورة تخاطب وعلاج بالطاقة وعلاج فيزيائي، وهي اللي لأن المفروض إن احنا هنعمل زيارة مجانية لهذا المركز مرة أخرى مرة في الشهر. هذه الزيارة المجانية هيتم فيها التوعية الثقافية والتوعية المجتمعية. أنتم ليست بمؤسسة حكومية صحيح؟ لا، احنا مؤسسة غير حكومية. احنا جمعية محبي الخير للخدمات الاجتماعية. على لأن لابد من وجود كيان قانوني يحمي هذه المبادرة بالتأكيد. لكن متى بدأتم؟ يعني منذ متى ومن يمكنه الانضمام إليكم؟ انضم العديد ما شاء الله. يعني احنا صار لنا او بدأنا في رسم هذه المبادرة منذ ما يقارب الشهر ونص، لكن بدأنا بشكل فعلي من شهر. انضم إلى هذه الحملة الكثير 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 من الملمين بهذه الأمور. يعني خاصة مثل ما ذكرت الأستاذ إيمان، الدكتورة حنان، الدكتورة رشا، من المتخصصين في قضايا السمع والاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة، متبرعين ومتطوعين لكثير من الأمور. ممكن العلاج المجاني، ممكن بأسعار مخفضة لاحتياجات ومن معينة. يدعمكم أستاذ محمد؟ يعني أسعار مخفضة، إذن هناك دفع. طيب من يدفع؟ أنتم كمؤسسة غير حكومية، مع العلم المفروض الحكومات هي التي تقوم بخدمة مثل ما ذكرت الشعار أنه معا لخدمة أفضل. لكن من يدعمكم سيد محمد؟ يعني من يقف؟ لا، هو دور المؤسسة، مؤسسات المجتمع المدني، أن تقوم بدور موازي لدور الدولة. إنها تقوم بهذا الدور بشكل تطوعي. لا يوجد حاليا من يدعمنا سوى أنفسنا، من هم مؤمنون بالفكرة. فغير كده مفيش سبونسرز او حد بيصرف على الموضوع. لكن بانتظار دعم مادي، لكن طبعا بانتظار دعم مادي، لان طبعا الموضوع محتاج لسبونسر، لان هنسافر محافظات. يعني احنا النهارده طالعين الشرقيه في مركز فقوس، هنعمل اطلاق البرنامج اخر من احد برامج رواد السعاده، السعاده الرياضيه لذوي القدرات الخاصه. هذه السعاده الرياضيه بنحققها مع اكاديميه الكابتن ماهر عزت، وهو كابتن اولمبي حاصل على قلاده من الرئيس السيسي. هنعمل برنامج آخر في بني سويف اسمه برنامج الكشف المبكر. وهو الكشف المبكر عن جميع الأمراض. فأكيد هنحتاج لداعم يكون معنا في هذا الطريق. ومن معكم في دول أخرى؟ معنا يعني الأردن حاليا. ومعنا فلسطين. هم يقومون بعملهم هناك يعني وعجبتهم الفكرة. ورئيس جمعية السلام الأردني إن شاء الله جاي مصر يوم الأربعاء بإذن الله، دكتور حسين العدوان. تذهبون إمتى إلى العراق أستاذ محمد؟ نعم، تذهبون إمتى إلى العراق؟ العراق أيضا بحاجة إلى المبادرة بشكل كبير. إحنا إن شاء الله سيكون هنالك أشخاص معينين أيضا يعملون بهذا سيعملون في هذا المجال بالعراق. نعم. وأيضا ومن خلال العراق لربما وإن شاء الله في القريب العاجل ممكن أن ينتشر في عموم العراق ومن ثم إلى خارج العراق باسم العراق. نعم، بالتأكيد. يعني كل أطفال الوطن العربي بحاجة السعادة وبحاجة توفير أهم الخدمات وأهم الحقوق. هذه حقوق إنسان في البداية قبل أن تكون سبب رئيسي للسعادة. هذا حق لكل طفل. نتمنى لكم كل التوفيق، ونشكركم كل الشكر على وجودكم معنا. كنت معنا الدكتورة إيمان عبد الرازق، وأنت أحد أعضاء المبادرة، والأستاذ محمد شنشل أستاذ العلوم السياسية العراقي، وأيضا أحد أفراد هذه المبادرة المانحة للسعادة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.